مرحبا متابعين صفحة اليوفنتوس وتويتر يوسف أحلام. على اختلاف مسمياته، الفلفل البارد أو الفلفل الحلو أو اللي فليفلي مثل ما احنا بنسميه، هم 5 فوائد تخليكم تدرجوا كل يوم بنظامكم الغذائي. أول فائدة وأهم سبب هو احتوائه على فيتامين سي. تخيلوا أنه من أغنى الخضار بفيتامين سي. تخيلوا أن نصف ثمرة من الفلفل ممكن تساعدكم على تغطية كامل احتياجكم اليومي من فيتامين سي. فيتامين سي يعني تعزيز المناعة للجسم، مساعدة الجسم على التعافي، وأهم شيء أنه هو يعتبر من أهم مضادات الأكسدة في الجسم. مضاد أكسدة يعني بيحارب الجذور الحرة اللي ممكن تسبب للجسم الشيخوخة أو الأمراض العصبية كالألزهايمر أو كمان السرطان وبعض الأمراض اللي بتسببها الالتهابات. كمان كتير مهم للبشرة لأنه بيساعد في إنتاج الكولاجين، إضافة إلى أنه بيحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة ممكن تسبب التجاعيد وظهور الخطوط الرقيقة. كمان ما بننسى أهمية فيتامين سي في مساعدة على امتصاص الحديد، خصوصا من مصادر النباتية مثل الخضار الورقية والمكسرات والحبوب. إلى جانب فيتامين سي اللي بيحمي شبكية العين من عمليات الأكسدة، كمان في عنا صبغة الكاروتين اللي هي موجودة في الفواكه الملونة تحديدا، أو اللي احنا بنستخلص منها البابريكا. كمان هاي الصبغة بتحمي عدسة العين من الإعتام، ممكن تقلل من فرص الإصابة بالسد والتنكس البقعي. أفضل إلى غناها بكثير من الفيتامينات والمعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، وأكيد ما بننسى الألياف اللي بتساعد على تنظيم سكر الدم وزيادة الشبع وبتساعد حتى على إنقاص الوزن. لذلك لا تنسوها من وجباتكم. دمتم بصحة. أخصائي التغذية إلى جنعيدات.